<تصفح> ان شاء الله ربح هذا النهار ان شاء الله بغيناها ما كرهناهاش إن شاء الله واحد النقطة نجيبوا بها الشامبيونه وديما وداد ان شاء الله اللعابة كانوا معنا رجال ركراكي اللعابة كل شيء كانوا معنا رجال وان شاء الله النهار هذا دلن نفرحوا الجميع وان شاء الله تفرح القلوب وشكرا الناس وجدة على حسن الاستقبال ديالهم وشكرا للجميع وشكرا لكم حتى انتم السلام عليكم ان شاء الله خويا هذا الماتش هذا مربوح <تصفح> 100% ما فيهش الحز ديال ديال المشكل غيضرب اخويا بنزا وغادي يضرب مشارع جوج زيرو ان شاء الله وباقي كاس العرش وباقي كاس سوبر وغنموتوا مع الريال في المونديال ان شاء الله وغيكون خير وديما ديما ودات وديم ما جبنا لنا انتدابات لا والو اخويا هادشي الفريق الاخر جاب 13 انتداب وما دار حتى حاجه حنا ما جايبين لا انتداب ديال العصبه الحمد لله وهاد العاود النهار ان شاء الله هاد العام غنجيبوها نجيبوها ان شاء الله من وجد هاد العام وباقي لنا كاس العرش ان شاء الله غنعاودوا داك الديربي ديال السيع غنعاودو اليوم ان شاء الله في كاس العرش وما غيكون الخير وديما ديما الوداد تاع الماما خويا بسم الله الرحمن الرحيم اش غادي نقول لك بخصوص المقابله ديال اليوم ما بين الوداد البيضاوي ومولوديه وجده يعني واحد المقابله اللي كنتسناوها من بدايه السنه يعني مقابله غادي تكون حماسيه والجمهور يعني حاضر كلا الطرفين واش غادي نقول لك الوداد كنبغيوها والمولوديه كنبغيوها ونتمنى ان شاء الله هاد المقابله تدوز في واحد الجو يعني رياضي وفي واحد الروح رياضيه حنا كاع الحمد لله مغاربه وحدين وعاش الملك عاش محمد السادس اه شدينا الطريق مع 3 الصباح ديال اليوم وصلنا مع ديك تسعود صافي دخلنا اللوطيل نعسنا يلا فقنا دابا تبارك الله غدا في واحد الخط اللي تصاعدي ماتش على ماتش كتبين لنا بان ماتش احسن من الماتش كدير ماتش هذا حسم من الماتش الجاي يكون ماتش صعيب وان شاء الله الرباح علاش نقطه بين الرباح ان يعني شاء الله نجيبو بطوله 22 من وجد ان شاء الله حلو.